أنا عبر سكايب من لوس أنجلوس البلوجر ليالي البكري. هلا وسهلا ليالي، كيف حالك؟ كويسة؟ كل عام وانت بخير. كيف العيد عندك؟ وانت بخير وانت بخير. الأعياد عندنا، أنا لو ما في أجواء حقت عيد راح أسوي أجواء عيد، لازم. سويتي ايش؟ أشوف لي كذا ناس، صراحة يعني تعرفت على ناس من زمان أعرفهم وقضيت العيد معاهم، سوينا كذا ذبيحة وأشياء، فمرة انبسط صراحة. يعني هذه الأجواء لي تقريبا سنتين يعني ما دخلت فيها، فمن بعد كورونا وزي كذا، فمرة استمتعت في هذه الفترة صراحة، إنه عيد والأجواء هذه مرة صراحة تحمس. حلو، طب خلينا ننتقل الحين للسوشيال ميديا. السوشيال ميديا ليالي ضافت لك الشهرة والانتشار والمال، بس إيش أضافت الفكر ليالي؟ إيش أضافت في شخصية ليالي؟ صراحة كبرتني في مخي، وسعت آفاق إدراكي للحياة، خلتني أدقق في أشياء يعني مليون سنة يمكن ما أدقق فيها في شخصيتي إني أنا أطورها، بس مع الناس، مع أن هم يعني they point things out، يعني انتبهوا على أشياء، صراحة هم ساعدوني أني أنا أطور شخصيتي، وأنا أحاول قد ما أقدر أن أنا أقدم الشيء اللي هو مفيد وفي نفس الوقت يكون يعني يستمتعوا فيه هم يتفرجوا، مو بس يكون formative رسمي، لا كمان أنا أحاول أني أخليه ممتع ويضحك شوية، أو يعني خليهم يبتسموا هم يتفرجوا على السناب حقي بالذات. فعلا حلو. ايش بس ايش الشيء يعني شيء محدد كان فيكي وتغير من السوشيال ميديا؟ هذا سؤال مره صعب تساليني هو، بس الاشياء اللي كثير حسيت اني اتطورت فيها المنتل هيلث، اللي هو نفسيا كيف تحسي في الحياه، صرت احس اني مرتاحه اكثر في ثقتي في نفسي. يعني عاده الاشخاص في السوشيال ميديا ليالي بيجاملوا بعض أو بيمدحوا بعض عشان العلاقات أو صداقة أو مصلحة إلى آخره. أنت عندك طريقة مختلفة في تكوين العلاقات، يعني شفنا لك فيديو وأنت تستخدم إحدى المنتجات لإحدى الفاشينستات وما عجبك ورميتي، يعني ما جاملتي ولا مدحتي ولا خبيتي، لا صورتي بكل عفوية وحطيتي. هي الفكرة مو أني أنا أنتقد المنتج، يعني أنتقد صاحبة المنتج أو هذه الأشياء، الفكرة أني أنا مدونة في الميكب ومعروفة أنا في هذا المجال، فلما حبيت أني أنا أنتقد المنتج هذا مسكته قلت هذا منتج أنا يعني ممكن أنا أستخدمه مرة ثانية بس هو ما هو من مفضلاتي، ومسكت شيء ثاني جنبه كمان قلت أنه هذا مستحيل أحطه كذا، يعني أنه خليته fun way، مو أنه كان الغرض يعني يكون سلبي، بالعكس it's fun. والمفروض أن أنا حتى لو كان أنا عندي منتج وجات واحدة بلوجر ولا مدونة تتكلم عن الريفيو تسوي لي ريفيو على المنتجات حقتي، بالعكس it will add more than it takes، يعني حيخليكي تطوري هذا الشيء، يعني أنا حطور المنتج حقي لو سمعت واحدة بلوجر تتكلم عن المنتج حقي إنه هو مثلا فيه كذا وكذا وكذا، راح أصلحه أنا عن نفسي. صح، يعني في مصداقية عندك عالية. مصداقية طبعا. حلو، طيب خلينا طبعا المصداقية عندي أول شيء قبل أي شيء، يعني أنا مستحيل أنا داخل السوشيال ميديا أتعرف على الناس، هذا أكثر شيء، وأجمع شهرة كبيرة فإني أنا أوصل رسالة معينة اللي هي يعني سواء كان هابينس اللي هي السعادة، أو اللي هي مثلاً أشياء تفيد الناس سواء كان من الرياضة أو الميك اب أو أي شيء يفيد في مجال الجمال والصحة. حلو، حلو، هذا الشيء مميز فيك ليالي إنك أنت ما بتخبي وعندك مصداقية. طيب خلينا على الميك اب، كثير ناس بتحط ميك اب الآن على السوشيال ميديا، إيش الشيء اللي يميزك ليالي؟ أنا ما في شيء يميزني، أنا اللي خلاني ليالي هم الناس اللي بيحكموا وبيقولوا إنه ليالي هي كذا، ما تقدري أنت تقولي أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، لا خلاص هي الناس شافتك أنت كذا، فأنت عشان الناس شافتك كذا، أنا عشان خاطر مو إني أنا people pleaser، لا هي فكرة إني أنا أكون مع الناس أحسسهم بانتماء، أحسسهم إنه إحنا كلنا واحد، فإنه لو إنه الميك اب استخدمته في هذا الشيء، هو أنا استخدمت الميك اب عشان أوصل الرسالة، يعني هي وسيلة سواء كان الميك اب ولا الرياضة ولا هي كلها توصلك إلى إحساس السعادة، مو شرط الميك اب، مو شرط الطبيخ، مو شرط الرياضة، بس هذه الأشياء هي متداولة بين الناس إنه كل أحد يحبها يعني، فأنا خليتها بارت من الروتين حقي
عشان يوصل للناس أسرع. يعني تحس أنك أنت مميزة بأنك أنت عفوية وعلى طبيعتك. ممكن كده أوكي صح؟ أنا متميزة إن أنا على طبيعتي واحدة من الأشياء اللي انتشرت لك وكانت فيها إثارة جدل، الناس مو فاهمين أنت ليش سويتي هالشيء. صار لك قبل فترة سويتي عملية، وكانت العملية إزالة حشوات السيليكون، وصار في ضجة أنت ليش شلتيها. هل أنت شلتيها لأنه في أسباب طبية خلتك تشيلينها، ولا أنت شلتيها بس عشان شكل؟ أنا سويته لسبب أن أنا كنت أبغى أحس بالكمال، لكن ما كملني هذا الشيء، بالعكس أخذ مني طاقة وأخذ مني وقت، أني أنا يعني تعب، أني أعالج التعب حوالين كتفي هنا عند رقبتي. فصراحة لما شلته instant كذا حسيت جسمي مرة خفيف، حسيت أني مرتاحة. في نفس يوم العملية صحيت حسيت أني أنا أصلا واحدة ثانية. يعني ما أبغى أنصح ولا أبغى أوجه ولا أبغى أي شيء، لكن لو ما له داعي ما له داعي تسووه. لا أكيد حبيب. أكيد مأثر في البنات ليالي، يعني اليوم أيوه. الترند أنك أنت تكبرين مناطق معينة في جسمك، وشايفين للهبة أن كل البنات بيسوونها بدون تفكير بدون وعي، هل ينفع هل ما ينفع، هل شكله أيوه. طبيعي أو مبالغ فيه. فأنت أيوه. حلو أنك أنت ركزتي على هذه النقطة، كمان وثقتيها، يعني مو ما وريتي الناس، لا وريتيهم أنا شلت. لا أنا كنت متعنية عشان تلهمينهم. صح عليكي صح والله، لأنه كثير يعني أنا أعرف ناس، صحباتي من أهلي حتى أخواتي، يفكروا يغيروا، يفكروا ينفخوا شفايفهم، يفكروا يسووا تشيك مدري إيش بون يشتشدوا، يفكروا يسووا في جسمهم كوكاكولا بادي. هذا كله ما هو صح. السعادة تجي من جوا قبل برا. فعلا نصلح إحنا أول شيء جوا، بعد كده نشوف الأشياء البسيطة اللي من برا لو نقدر نصلحها أوكي، بس تصليح، لأنه إحنا كلنا حلوين. صح، وأنت ما حلو. في أحد ما هو حلو، ما في بنت ما هي حلوة، مستحيل. طيب ليالي خلينا ننتقل لمشاريعك. أنت قد طلعتي منتج اللي هو رموش، صحيح؟ صح ليالي لاشز. أوكي، مكملة باقي فيه أو لسه باقي تضيفين منتجات آخر؟ أنا مكملة فيه بس حالياً أبغى أفتح ويب سايت قاعد أشتغل عليه، إن شاء الله قريب يعني في خلال الشهر الجاي راح يكون في layaliproduct.com، حيكون في more than lashes، كل الأشياء اللي أنا أستخدمها بشكل يومي، أشياء أنا أحبها دائما أشارك فيها الناس. ف stay tuned on this، إن شاء الله قريب راح أعلن متى حيكون موجود ليالي lashes في الأسواق. الله يوفقك ليالي ونورتينا، شكرا لتواجدك اليوم معنا، وظلي كذا يعني ظلي عفوية وطبيعية وألهم الناس، حتى لو أوقات تصير تصرفات كذا الناس يقول ليش تصورها، بس أنا خليكي زي ما أنت عادي. أنت فعلا مميزة لأنك زي ما أنت. شكرا لوجودك أنت. شكرا على المقابلة، مرة كانت حلوة وخفيفة، وإن شاء الله نتقابل قريب إن شاء الله. حبيبتي فمان الله حبيبتي، باي باي.